عايش الله صباح الخير. اليوم I'm gonna take you with me on a productive day معايا. By productive what I mean in actually قمت للكلاس حقي. So also جاني rewards من Starbucks الاب. كم صار لي 5 شهور اجمع what is it like 250 points عشان free drink. اظن ان وصلت 250 ف now I can redeem الدرينك حقي فبروح اخذ لي ماجيك دي كذا كبرها. فالحين قاعد افطر اندومي بدل ما نروح اجيب ستاربكس. انا عندي كلاس ساعتين بعدها بروح كم مشوار عندي بس باخذكم معايا يعني اليوم فلوج. تخيلوا اني نمت مره بدري دي كل شيء عندي شيء نمت مره بدري لايك صار عندي بدري نمت الساعه 11 ونص 12 ايه 11 ونص بس I kept waking up ما ادري عشان يمكن اني كذا خايفه اني I'm gonna like sleep past my alarm for like the 100th time but I kept waking up مليون مرة. قمت الساعة 3 وقمت الساعة 4 بعدين قمت الساعة 5 ونص انا قلت خلاص يعني ما حرجع انام لو رجعت انام ما راح اصحى مرة ثانية. so قمت ما تروشت بس انا اتجهز بس كذا على رواق. كم ساعة الحين 6:50 اختي الصغيرة دخلت على غرفتي وهي كذا تبكي وما ادري فيني. I'm like you know sometimes I feel guilty because I feel like I'm mean like مو بالقص بس you know لاني الاخت كبيرة and so I was just like you know تعالي نام معايا ترى ما قيت نامت معايا بحياتها. ها جود سليب بليز يو هاف ماي روم اور يور روم سليب بليز جود ماما سليبينج بلا دلع بليز لايك ايفر لايك ما اتوقع قيت نامت عندي ولا مرة ولا حتى بالغلط. Sometimes I just feel like I'm like a little mean. بس it's not even on purpose. بس متعودة إن كذا أكون mom معاها. Sleep in my room. It's not scary. بدخلت عليها الساعة 11 كذا وأنا قاعدة أنام. وقالت إنه تبقى ماما اللي جزكها. أصلاً قاعدة تعي نام معايا. وضعتها my teddy bear. وانسدحت جنبي. وكذا نمنا مع بعض. تخيلوا نامت على يدي طيب. بعدين أنا قمت رحت الحمام ورجعت بس ما حطت يدي مرة ثانية. بعدين لفت عليها. She's like عادي حطي your arm under my head again. حطت يدي. تخيلوا تمسك كذا وقعدت أصيح وأنا نايمة. لك ماسك في يدي كذا وتسوي كذا. أنا was just like I was rethinking my life choices. مرة أحتاج إني أسافر يعني مو إني طفشت من الرياض ما أشبع منها. بس إنه like you know when you get sick of the routine like كذا قاعدين عاد مليون مرة you just want change of scenery كذا بس شوية نفسي أحس كذا كني so أحتاج أسافر أحتاج أغير جو. من زمان ما لبست هذه العباية. I wore this عباية on my first vlog. guys بيجيكم car tour soon بس شيء كنت بعلمكم عنه شايفين ذا هذا one of the best investments I've made in my car because من زمان كنت أخش السيارة ونكتم على طول. I'm not kidding يعني كذا I'm not kidding أو مشت ذا it's like the heat is just non-existent non-existent what is it 10 ريال let me tell you oh I missed the turn anyway خليني أقول لكم وش شيء جديد بحياتي. Well there's nothing new but Lean wants to learn how to drive. Guys, as soon as Lean is on the streets, I recommend انكم تقعدوا ببيوتكم. مرة حاولت انها تسوق مع بابا. كانوا قدام باب البيت. And بابا كان بالجيمس. And then بابا was like, يلا. دوسي يلا. And then she just goes for the brake. والله if the car was not on auto park, like automatic safety park, كانت دخلت بالبيت. Anyways, so she wants to learn how to drive, right? So قلت لها okay I'll teach you. ف I'm planning to make كذا كم فيديو معاها وانا ادربها بس اكيد مو بسيارتي. No thank you. Why? No, not doing that to my baby. بس انه باخذ سيارة السواق وبدربها عليها. انا دربت عليها دربت على سيارة السواق ودربت على الجيمس. عادي تتدرب على اثنين عشان you know she got balance in both worlds the big one that wiggles and the small one. والله ما أعرف كيف كنت أسوق السيارة الصغيرة لأنه كانت مرة تخوف. You feel like you're low أول شيء ثاني شيء just why would you drive a low car that's so scary you can't see anything
يعني أنا my car is a little bit higher so I can see a little bit more بس that's so scary يعني ما في زي ال big cars gym suit هذا يعني بتاهو قاعد كده I can see everyone I can see inside their cars so when I'm stuck in that little car I can see their wheels that's about it so باخذها كم مرة بدربها بسيارة السواق it's gonna be really funny because it's gonna be like a life or death thing ما كنت دربت أحد هذه المشكلة أخاف إني كذا أصرخ أطلع زي ماما وبابا لما كانوا يدربوني لا عادي I'm gonna do it بس عادي I'm gonna like give her a lesson بالحارة with the basics بعدين أطلع على شارع الحارة بعد that's gonna be fun بس تعرفون أنا دربت وين أنا أخذت مدربة لمدة 4 أيام she's amazing الصراحة amazing دربتني 4 أيام كل يوم ساعتين و حبيبي تخش فيني ولا وين؟ أنا دربتني 4 أيام صح؟ ساعتين كل يوم و she honestly taught me a lot like أنا كنت مصدق إني فاهمة كل شيء بالسواقة بس بعدين لما دربت معاها اللي كذا you know like when like you're proven wrong it was like that she was like أحس بتكتير feels like وش ذا؟ مرة كنت أحس بإني فاهمة بس الحمد لله يعني دربت معاها مرة دربتني زين دربتني بتركي الأول تركي الأول crazy إذا ما تعرفون تركي الأول crazy دائما زحمة واللي يسوقون بتركي الأول they're crazy they drive like there's no life or death she took me there okay أول يوم مدري يومين كان بالحارة اللي تخليني أهدي وتشوف كيف أهدي وإنه يلا أطلعي على اللفة الثانية وتشوف إني كذا أناظر كذا يمين يسار بعدين أروح ولا كيف I break قبل المطبات Did you know إنه إذا Well this is something that everyone should know but I feel like not a lot of people know this لما I asked my friends some of them didn't know this بس إنه لما يجي مطب أو شيء كذا وتهدي تروحي فوقه You have to let go of everything. Okay, you can't hold brake, you can't hold gas, وبعدين بتخرب الجير السيارة. Okay? Anyways, إيه هذا شيء تعلمته منها من زمان. Like, I used to know إنه that was a thing, بس كنت دائما أدعس أول ما أروح فاقة, because like, I got places to be, you know? بس ما كنت أعرف إنه يخرب جير السيارة. الحين عرفت إنه يخرب جير السيارة, فما ستسوي. حبيبي, شبك مسرع. بتخش فيني ولا وش؟ ماني فاهمة مرة متحمسة أدربها بس إنه مرة خايفة يعني في احتمال بس أقول لها تروح مع المدربة هذه حتى اسمه بنت عمي بنت خالي أدربت معاها like she taught the whole fam like she's so good mashallah definitely recommend she was really good ف I'm just gonna use the things that I remember she taught me مع لين like أول يومين زي ما قلت كان بالحارة و she just took me يمين يسار مليون مرة اللي مرة طفشت and then she goes يلا على الشارع oh scariest thing guys والله كنت بصم مليون مرة حتى في مرات she grabs the direction مني عشان تصلح لي and I'm just like oh my god I remember رحت الدوار وذاك الدوار اللي بتركي الأول it's scary it's so scary because it's so big فما في أحد ما يخش فيه على كيفه you know it's, everyone goes in so That was a scary moment. I was so scared because مو سيارتي ولا سيارة أحد من أهلي سيارتها هي التدريب. But I was more worried about messing up her car than the fact that I wouldn't make it around the circle. بس إن عادي, it was fine. I lived, and then we did that for another 2 days, and it was so fun. Guys, we went everywhere. حرفين ودتني إلى المطار. ونرجع ومدري ساعتين انت متخيل ساعتين لفن الرياض كلها حتى الشوارع منها هذا شارع مدري ايه هذا شارع مدري ايه وصراحة يعني مرة I learned so much like anyways مرة I learned so much ف I'm just gonna take what I learned and put it on my sister and we'll see how that goes أنا لين مرة عصبية so I don't know how that's gonna go مرة تتحمس بسرعة فانت متخيلين لو اقول لها لين Annie, that's gonna be scary. It's in the Starbucks. في وقت إيه في وقت. أنا بالعادة أطلع من البيت 7:30. وصلنا Starbucks 7:30. فا يمدينا. Anyways,
ماما was like ماما was kind of against it إن أدرب لي. She was like إن لو دربتي أختك شي تلفت على لي ما لفت عليها. She was like لو لي روبا دربتك لا تاخذي منها إن تسرعي وكذا. I was like ماما أنا ما أسرع. أنت تصقي بالناس قدامك. No I don't. I'd like to have my car. ماني غبية لدرجة إني بلصق اللي قدامي. I know my etiquette. بس إن هذه عليها مخالفة. Let me go. شكرا. Guys, cops scare me. والله أذكر في مرة there was a cop stop مدري إيه cop stop عند بيتي. I hate it. It scares me. I don't like authority, man. وقفوني وبالعادة you know you don't really have to do anything. They just check the car, check the plates, and 90% of the time they don't really don't. They just check, خلاص go. هذه المرة أنا كنت مع ماما طيب ما كنت حالي. كنت الشباك. I was like السلام عليكم. He goes that was so embarrassing. Like you could have just said عليك السلام يا تفضل. Not like full on like disacknowledge my existence. She's like شفيك متوترة. Don't they stress me out. The other day كنت رايحة أجيب بنت خالي right and عند بيتها ما في كاميرات في الشارع مرة فاضي يعني I think they have construction going on or something. فدايما أحب أسرح هناك. أسرح 90 مو يعني رايحة 200 أروح 100. If you're a cop and you see this, I'm lying. None of this is real. Anyways, I'm going. But they added مطبات. Every like 2 minutes, not even 2 minutes, like every 20 seconds مطب. But anyway, I'm living it up. So I fuck مطب and I go vroom. And then في واحد لاصق فيه. And I was like, شو بدا؟ أقوم أدعس مرة ثانية. بعدين لما أوصل المطب الثاني, he comes next to me. وطلع إنه he's a popo, guys. It was the police. Anyway, مرة توترت قمت دعست مرة ثانية. And I was like, إذا لفيت U-turn بيشوف إني بنت and he's not gonna stop me. فدعست وأخذت U-turn بسرعة and then شاف إني بنت خلاص صدق ما وقفني يعني he actually didn't. So الحمد لله يعني I was literally about to get stopped that day. I was not okay. If y'all put in your description إنه هذا البرانش فيه له Starbucks يعني المفروض فيه له drive-thru. Anyways, سيارتي هي every 5k لازم اوديها عشان تسوي maintenance. بقي لها 400 كيلومتر قبل ما لازم ادخلها عشان تسوي يعني maintenance حقتها هذه المرة. So that's fun. But it's fine. It only takes like 1 hour. بعدين لازم ادخل سيارتي for like 4 days عندهم لأن حكيتها قبل كذا كم اسبوع ما قلت لكم. حكيت سيارتي مرة يفشل أول مرة لك أنتم متخيلين أني توترت بشكل like, I was more nervous than I was لما دخلت الحادث حقي. I was so nervous. I felt like so bad because it's a scratch, you know. It's not like an accident. It was a scratch. يعني ما تسوى ما تسوى. عور لي قلبي والله عظيم عور لي قلبي. أزر دينا It's fine. It's getting painted over. But it's gonna take like 3 days. I can't live without my car for 3 days. I can't live without my car for 3 days, guys. It's not okay. I mean, it's fine. I haven't been going out this week. But I just know إنه لما ما عندي سيارتي حتكون عندي طلعات. Cause that's just how it always is. That's just how the universe works against me. I don't know what I'm gonna do about that. Guys, مرة ودي أسافر ميامي. Like مرة اشتكت the past couple weeks. قلت لماما قلت قبل ما يبدأ الجامعة لازم بليز روح أسبوع ولا أصلي أنا لحالي لأن اشتكت أنا اللي خايفة منه إنه بروح وبرجع بالأكسنت مرة ثانية يعني حق literally it was not it was really not it والله I used to say literally no it's not it I don't get why Starbucks is making it this hard, Yanni. You already made it hard for me to earn a free drink. Come point per smoke. Come point per drink. Nice one. Go faster. Hello? Guys, one little mafia drive through. Sleep. لما سيارتي تطلع صوت بالكفرات احس كاني طلع Anyways. Okay.
أهلين، عادي واحد فنتي آيس ماتشا. فنتي آيس ماتشا، لاتيه فرابتشينو. لاتيه مع ويت موكا لو سمحت. كم بقى؟ اثنين. آيس ماتشا لاتيه وفنتي شكرا. شكرا. كنتي سبراوني ساندوش؟ نو ثانك يو. سهلا خبر. طلع لهم البرنامج سيهم. بنتي بنتي أكبر شيء صح؟ بنتي. كيف أسوي ريديم للروايد حقي؟ تليفون وش يفشل اني رايحة درايف ثرو ستاربكس وانا قاعد اشرب كولا بعدين طالعة بالماتشا. I need my sugar. I don't know what to say other than that. رايحة الجامعة بس انها 5 دقايق من هنا. حسيت اني مرة productive رايحة ستاربكس الصباح. والله دايما اطلع الجامعة كذا 10 minutes 20 minutes قبل الكلاس. Because what is there that's exciting to go early? Rich nigga shit, I do a lot of. Put a watch on as it comes 100,000. Anyways, خلصت كلاس هاتي والحين بروح اجيب ماما عشان بنطلع نفطر سوا. رحت دوام بس اني قلت لها بمرك طلعك ديت حبيبي. بطلع حبيبتي ديت، قلت لها خليك جاهزة بجي مرك وانزلك لا تخافيش. بس بنطلع بعدين ما ادري وش جنب دوامها نفطر فيه له. هاب نو اوديا عطينا تقييمك على المطعم. المطعم رحنا اسمه لانش روم بمجمع ذا باك يارد. تقييمك بليز. القيمة ايش؟ المطعم الاكل. الاكل ايه اوكي حسب اللوكيشن الشكل. المطعم مرة نايس من جوا، الفايبس حقته مرة حلو، الانتيريور مرة حلو، مرة ريلاكسنج صراحة. ايش كمان؟ أكل لذيذ، يعني احنا جربنا الـ ايش؟ ذاك الـ جربنا كل شيء، حرفين طلبنا كل شيء بالمنيو. تقريبا، especially breakfast يعني. We focused on the breakfast. We didn't order from like lunch. أكل؟ دقيقة. القهوة لذيذة، الايج مع الستيك لذيذ، في الخبز اللي قاعد يشتغل العسل. واو الخبز ترى كل شيء فريش عندهم. سو فريش. واو برجع. ترى أول مرة آكل بريكفست أنا تعرفين ما أحب البريكفست بس إنه that was just something else man. It was yummy. أختي الصغيرة قاعدة تعلمني على الروبلوكس، أشوف جود؟ Wait, you're gonna win. And you're gonna see. You are some of your friends dancing over here, big. Oh. Hmm.